نكلم رحمة على التليفون. يا رحمة الو. الو، ايوه، ازيك يا ماما؟ رحمتي حبيبتي. حبيبتي يا ماما، الف مليون مبروك يا رحمة، الف مليون مبروك يا روح قلبي. الله يبارك فيك يا ماما. حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، تعبتي السنة دي والله يا رحمة، تعبتي قوي وربنا كرمك. ابعدي عن التلفزيون شوية. انا بعد خالص اتفضلي. ابعدي عن زوزة كمان. كنت حابة اشكركم بجد، حضرتك وبابا على تعبكم معايا طول السنة. كنت شرف كبير جدا في نجاحي واجيب مجموع كويس. كليك ما تحلمش منكم ابدا. وكنت سبب كبير جدا ان ما يكونش فيه توتر واعدي السنة دي على خير الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله يا روح قلبي، الحمد لله حبيبة قلبي، تسلمي لي يا رحمة، ما نتحرمش منك ابدا ابدا. يا رب دايما ناجحة، يا رب دايما فرحانة، ويفرح قلبك الطيب، يا أطيب قلب في الدنيا يا رحمة. يعني يا رب مش عارفة أقول لك إيه، يعني أنت الكلام فيكي قليل، تستاهلي كل خير يا روح قلبي، أنت تستاهلي كل خير فعلا، ربنا يصلح حالك يا روحي. إن شاء الله اللي جاي أحلى، اللي جاي أحلى. يا رب إن شاء الله. يا رب إن شاء الله يا روح قلبي، ميرسي. يمكن رحمة قالت كلمة حابة أنقلها للأمهات كلهم. أنا كنت غير كده خالص. أنا كنت أم صعبة شوية، عندي نسبة توتر عالية جدا جدا. من كتر التوتر اللي عندي غصب عني بنقله للولاد. عارفين طبعا كل تجربة جديدة بالنسبة لنا بتبقى حاجة صعبة. فكانت أول ثانوية عامة عندي كانت بالنسبة لي يعني عارفين تحسوها إن هي آخر الدنيا خلاص، يعني هي دي آخر الدنيا. فكان عندي توتر كبير جدا، وبالتالي التوتر بينعكس على ابنك أو بنتك. فالنصيحه اللي بنصحها ان شاء الله، لسه عندنا اجيال طالعه جايه، في ناس اكيد بيتفرجوا عليا السنه الجايه يبقى عندهم ثانويه عامه او اللي بعدها ايا كان، او اعداديه او ابتدائيه. ده انا كنت واخداها من اولها بصراحه، ما كانوش يطلعوا من الاوائل ما كنتش برتاح، لو كانوا بينقصوا نص درجه كنت بعمل هالليله. كان الموضوع بالنسبه لي واخداه على اعصابي قوي، على قلبي قوي، وكنت بوصل لهم ده غصب عني. فالولاد كانوا بيتوتروا. لما حد بيتوتر خلي بالكوا، مهما كان مذاكر، مهما كان هو مخه نظيف جدا وشاطر جدا، التوتر بيفقده التركيز. فراعوا دايما ما نحاولش نوتر ولادنا، نبعدهم خالص. اعملي اللي عليكي، وانا مش عايزه منك حاجه خالص، اللي ربنا كاتبه انا راضيه بيه، كلنا راضيين بيه. انا مش عايزه منك حاجه خالص غير اني اشوفك بتجتهدي وبتعملي اللي عليكي، انا كده راضيه ومبسوطه، اللي ربنا كاتبه اكيد انا راضيه بيه. فده الحمد لله بعد بقى ما اتعلمت. عشان كده بقول لكم انا جايه لكم من المستقبل، وبقول لكم خليكم هاديين مع اولادكم، اتعاملوا معاهم كده باسلوب يكون فيه كده ايه، نوع من انواع الثقه، اديلهم ثقه في نفسهم. لازم نحفزهم، ولازم نوعيهم، ولازم نذاكر، ولازم نجتهد وناخد بالاسباب، بس النتيجه دي بتاعت ربنا، اللي ربنا كاتبه احنا راضيين بيه، اعملوا اللي عليكم بس. فالولاد ان شاء الله هتلاقوا بقى ان هما كده كده هما متوترين لوحدهم، هما الله يكون في عونهم من الضغط النفسي اللي بيبقى عليهم، من اللي بيسمعوه من اصحابهم، مدرسينهم، المحيط بتاعهم كله توتر. فما تبقوش انتوا واللي بره وكل حد عليهم فيحصل نتيجه عكسيه، وده شفناه، وانا لمسته بايديا، يعني انا لمسته بايديا. فعشان كده بقول لكم ابعدوا خالص خالص عن التوتر، خلوا الولاد يشتغلوا كده وهم عارفين ان اهاليهم واثقين فيهم، عارفين ان هم مهما يعني ربنا كتب لهم سواء كتير او قليل، اهلنا مش هيتضايقوا مننا، مش هيزعلوا مننا، فهيبقوا هينجزوا وهيدوكوا اكتر واكتر ان شاء الله. ربنا يفرحكم جميعا. اتمنى تسمعوا النصايح دي لاني محدش قالها لي. كان الباشمهندس زوجي كان بيقعد يقول لي الكلام ده، بس ما كنتش حاساه قوي. بس لما لمست واتقرصت من موضوع التوتر ده، وان انا صدرت التوتر للولاد وجبت نتيجه عكسيه، فابتديت بقى انا اهدى كده شويه، والحمد لله الحمد لله كانت النتيجه مرضيه. الحمد لله، الف حمد والف شكر ليك يا رب. معلش الثانويه العامه واخده مننا النهارده كتير. الموضوع طبعا الثانويه العامه دي بنقول عليها بعبع كل بيت، احنا مش عايزينها تبقى بعبع ولا حاجه، مرحله انتقاليه، اللي ربنا كاتبه لنا فيه اكيد اكيد كله خير.